يا أبا الحزن بمصيبتك حمل وتالي وصرت بس أقرب همومي وتالي أنا وتلي نعرفك غيرة الباري وتالي نعش فوق الجسر تصبح رمية يا والله نعش فوق الجسر تصبح يا حرمي انا وحش جنازته من طلعوها هاي الجنازة إذا ما وراها أهل عمام تصير وحشة والله يحفظ لك كل عزيز وغالي عليك عيفة عيفة تركب 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 وحشة جنازته من طلعوها لا أخوان يمها يحضروها وادم غرب وتقابلوها وصوب الجسر جنو مخذوها أويل وبكلمات نجرة شيعاها يلا الموسى بن جعفر والله وحش جنازته من طلعا ايدك 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 طلعوها ولا اخوان يمه يحضروها وايد مغرب وتقابلوها وصوب الجسر جنهم خذوها والله وبكلمات نجرة شيعاها اويلي سمعنا اليموت اهل تجيله يا باب الحوائج كل احنا عندنا حوائج والله سمعنا سمعنا اليموت اهل تجينا ويقرون عند راس العديله شلون بن جعفر الليله وسم العدا قطع دليله اويلي وسم العدا قطع هلا هلا يا عدليله الهاي العشيرة كون تنراد تشيل البطل من جسير بغداد أليف يا حيف كلهم صاروا بعاد وما حضروا المهدوم الفاد والله ما حضروا المهدوم يا ملفايات يا بوين بهالنا عش هالناس يردون اشوف انا ما وراه وادم يشيعون واويلا 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 اذا تحب الامامك و لا لا مو قبول واويلا واويلا المن هالنعش هالشايلينا غريب وما لقوم بهالمدينة أو من محبس السندي جايبينه ولا عنده أهل وعليه يبجون واويلا واويلا يا بوالله الميت هذا يهدم الحيل
وكل الشاف نعشه دمع تسيل ما حد شيعه وبس الحماميل بيجي من السجين طلعوا يشيعون بيجي من السجين طلعوا يشيعون طلبتك عليك الحسين واوي واوي إمامي إمامي واوي لا هذا الميت جنة ما لا أحباب وما عنده عشيرة ولا له أصحاب حق ينبيك عليهيب دمي حسد شاب شيلنا غريب او مات مسجون واويلا اوف واويلا اويلي 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 روى ابن سويد هذا الحادث وقايال من شفت النعش من الدمع سال علمتون اربع حماميل انشال واسمع مات ابن جعفر ينادون صحت ودموعي يا عيني يا حبيبه يا يمه صحت ودموعي تسيل غدره يا الف يا حيف نعشة ما له اعوان شاوين العشيرة من آل عدنان اشلون اليوم عن نعشة يغيبوا بعد اكو واحد كل امام تغسل وتكفن بس واحد بقى على رمضان كربلاء انا عرق قلبي للعقيلة زينة تقول من حضرة الشيعة وحين شاله انتخوا لجنازته وبسا اويل دفنا يا بس حسين فوق الترب خلا عاري عاري ثلاث ليال ومش مدفون اف يا حبيبه يا يمه انا حرق قلبي للعقيله زينه عندما ركبت على الناقة وقفت على طريقا قل له عمي هذا الطريق وين يروح قل له للسجاد وهذا وين يروح قل له عمي هذا يذهب إلى المدينة وهذا يروح إلى كربلاء لما سمعت بذكر كربلاء حنت وأنت أختهم فارق أخوها 40 يوم مرت على قبر أبا الفار شو تقول له تقول له جيتك جيتك للنار أنا ما قاطع الياس الله لا يخرس هذه الأصوات وهذه الدموع بحق الحسين تقول يا حبيب يا خويا أنا جيتك للنار ما قاطع الياس أنا بلشر بيك ألقى من الرجى نفاس أويلي تقوم وتشد حيلك يا عبا الله بعش قالت له شو تقول له تقول له أنا تشم تامر وأنا بتشرمتي وكل عمامي وكل خوت بخدمتي انا هيس تالي انا منع من صب دمعتي وانا وانضرب من نحت فرد حجاية يا حمانا يا رجانا هذا المجلس اللي قريناه الملا سمير الله يحفظه ملا صاحب وخادمكم كل من شارك حج علي الله يحفظه على هذه الابيات الحلوة وكل من شارك هدية الى شهداء زوار الكاظمين وإلى شهداء إخواننا في مدينة السماوة لا
هذول كلهم بعد شيعة أمير المؤمنين ويستاهلون. انوي بأنه هذا العزاء لهم هدية إلى شهدائهم وإلى شهداء الحشد الشعبي، والكل يوقفوا وجهك على الحسين ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ لشفاء المرضى، هو يوصون مرضى فدوة. أمن يجيب إلى شافي لنا مرضانا. قول يا الله من كل قلبك اقضي لنا حوائجنا، سدد لنا خطانا، لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، واعف عنا وتقبل منا يا الله. إلهي بموسى بن جعفر باب الحوائج احفظ العراق وشيعة العراق وشيعة أمير المؤمنين بكل بقاع العالم يا الله. إلهي رفعنا أيادينا على باب من أبواب رحمتك وجودك، هو الحسين الذي جعلت تحت قبته مستجاب الدعاء وفي تربته الشفاء. إلهنا تقبل منا واستجب دعاءنا وشافي لنا مرضانا بصوت عالي. يا الله يا الله يا الله. جواب جواب. يا الله.